لما ما تكونش حالل الواجب وتهرب من المستر بطريقه ذكيه. وده حلوة. عايز ايه يا فيونا؟ انا بقولك يا زميلي، انت عملت الواجب؟ اه. طب هذا حلو بسرعه قبل ما المستر يجي. لا طبعا، انت عايز تسرق مجهودي يا زوملكس عشان خاطر يا زوملكس. لا برضه، ده المستر هينفخك عشان تبقى تكتب الواجب بعد كده. سكوت، يلا يا ابني تهوى، كل واحد يوريه الواجب اللي هو عمله. اتفضل يا مستر، هات. ايه ده، انت خدت 8 صفح بس؟ الواجب ده مش كامل. اه بصراحه يا مستر، في 3 مسائل ما عملتهمش. وحياه امك، افتح ايدك. عيل فاشل، يا نهار اسود. اما هو هياخد 4 شهور، انا هاخد قد ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه لقيتها. وانت يا استاذ فين الواجب بتاعك؟ انا سمعت ان انت كنت شاطر جدا يا مستر وانت صغير، وكنت بتطلع من الاوائل. ياه ايام، فعلا ده حقيقه. ده انا كنت بذاكر في اليوم بتاع 26 ساعه. يا راجل بجد؟ ده كان تعب قوي، ده اليوم 24 ساعه. امال، ودخلت ثانوي وطلعت الاول على دفعتي، وقمت داخل الكليه، ويا بقى على الكليه. هحكي لكم عن قصه كفاحي في الكليه، وازاي كنت بتكرم كل سنه وبطلع الاول. احكي احكي يا مستر. وده اللي خلاني اكون استاذ فزلوكه، مدرس اول لغه عربيه. الحصه خلصت. طب يا مستر مش هتشوف الواجب؟ ابقى اشوف الحصه الجايه. سلامة يا مستر. يس يس يا ابن السايعه.